تاريخ جديد من ذهب يسطره المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون. تعد مصر الفريق الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية. رحلة التتويج باللقب القاري بدأت في النسخة الأولى من هذه المسابقة عام 1957 عندما فازت مصر على أثيوبيا برباعية نظيفة. في النسخة التالية التي لعبت في مصر عام 1959 كانت المسابقة بنظام الدور الواحد حققتها مصر لم تكن هناك مواجهه نهائيه في هذه البطوله. انتظرت مصر حتى عام 1986 ليتغلب المنتخب الوطني بقياده البريطاني مايك سميث بالنهائي على الكاميرون بركلات الترجيح خمس ركلات مقابل اربعه. عام 1998 في امم افريقيا التي احتضنتها بوركينا فاسو نجحت مصر بقياده الجنرال محمود الجوهري في الفوز على حامله اللقب انذاك جنوب افريقيا في المباراه النهائيه بهدفين نظيفين ثم ماذا بعد كانت الثلاثية التاريخية عام 2006 2008 2010 الهيمنة المصرية المطلقة حيث تمكن المنتخب الوطني من التتويج بكأس الأمم الإفريقية في النسخ الثلاث المتتالية في العام الحالي يواصل المنتخب الوطني السيرة في طريقه للحصول على النجمة الثامنة عبر مسار صعب خاضه المصريون في هذه البطولة رغبة منهم في تعزيز موقعهم على صدارة كل دول القارة